دلوقتي هنعمل دلوقتي كيكه الماربل بنفس الجار بتاع الشوكولاته، وهعمل فيها الماربل. هعمل هنا شوكولاته وهنا الفانيلا. عندنا هنا لبن وطبعا سكر وبيض وبيكنج باودر وفانيلا وزيت ودقيق. خلاص، هاول حاجه زي ما احنا متعودين هحط هنا البيض مع الفانيلا، احط معاهم السكر واضربهم كويس قوي. ريحة حلوة جدا. طيب هنحط ايه دلوقتي؟ هنحط دي اهو معاه البيكنج باودر ورشة الملح. هنحط ايه دلوقتي؟ هنحط الكاكاو برضو مع دي. معلش انا اهو كده ماشي خلاص. هنحط ايه دلوقتي؟ هنحط الزيت مع نلخبطه وبعدين نحط اللبن. نحط اللبن طبعا. المقادير هتنزل عندكم بالظبط على الشاشه، لازم المقادير تبقى مظبوطه، دايما بقول كده. نبتدي بقى نحط المواد الجافه اللي هي دي، بيكنج باودر، رشه ملح، كاكاو. انا هنا حاطه كاكاو خام لان السكر اوريدي هيسكر لي الكيكه والصوص كمان هيبقى مسكر، فانا احب ان انا احط كاكاو خام. ماشي، شوف كده. قلبها بس تقليبه عشان اضمن ان مفيش دقيق خالص، كله دايب. يعني تاني دلوقتي هنعمل ثلاث صوصات النهارده. اول صوص معانا صوص السكر البودره مع كريمه او لبن وشوكليت شيبس، ده للماربل. وعندنا سكر بودره وشرايح برتقان وعصير برتقان، ده لكيكه الفانيلا. عايزه اقول لكم دي من احلى الصوصات، انا شخصيا بحبها جدا جدا الصوص ده. وعندنا صوص كيكه الشوكولاته اللي هو بيبقى شوكولاته اللي احنا كنا بنسيحها مع الزبده والكريمه. اول حاجه هعملها هحط ده كده مع السكر البودرة، هيعمل لي زي كده قوام حلو تقيل شوية. خلاص، احطه على النار بس يدوبك يبقى دافي، يدوبك بس احس ان هو دافي شوية وتقل. اول ما يتقل اسيبه بس شوية يبرد.